سياسيا، حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران وحزب الله جزءا كبيرا من المسؤولية عن التداعيات التي يمر بها لبنان. أضاف ماكرون أن إيران اختارت كشف اللبنانيين واختارت حماية نفسها، كما أشار إلى أنه طالب إسرائيل بإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان وعدم توسيع التحركات البرية. في المقابل، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد قليبة في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا من أجل وقف لإطلاق النار في لبنان. وأضاف قليباف أن تطبيق القرار الأممي 1701 الذي ينص على نشر الجيش اللبناني جنوب البلاد هو شرط أساسي لعودة السلام في لبنان والمنطقة. أما المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فاعتبر أن الصراع في لبنان مختلف عن غزة، مشيرا إلى أن قوات حزب الله لا تزال على مقربة من الحدود، مؤكدا عزم واشنطن على رؤية حل دبلوماسي للصراع. الحديث عن كل هذه التطورات ينضم إلي الآن ضيفي من بيروت الناشط السياسي الأستاذ هادي مراد. سيد هادي، تحية طيبة، أهلا بك دائما على شاشة الحدث وفي التغطية المستمرة لكل هذه التطورات. بداية اسمح لي أن أقف وإياك على التصريحات التي أطلقها المسؤول الإيراني من باريس تحديدا متمسكا بال 1701، ما هي حقيقة هذه التصريحات ودقتها فيما يتعلق بالموقف الإيراني من تطبيق القرار 1701؟ صباح الخير أستاذ العزيز. يعني اليوم رأينا وسمعنا رئيس البرلمان الإيراني يتحدث في باريس بلغة شيئا ما تختلف عن اللغة التي سمعناها في لبنان عندما أتى إلى زيارة بعض النافذين والمسؤولين في لبنان. ربما اليوم الإيراني يرى نفسه أنه يريد أكثر أن يهرب إلى الأمام وأن يتنازل ربما أكثر، لأنه هذا القرار الدولي 1701 يعني كان بمثابة من المستحيل أن يطبق أو يطبقه لبنان بسبب وصاية إيرانية لا تقبل به بأي شكل من الأشكال. ولكن في الوقت نفسه نرى هناك نوع من توزيع الأدوار، يعني الرئيس الإيراني يقول ذلك أمام المحفل الدولي أمام الفرنسي، بينما في لبنان حزب الله يعني حتى اليوم لا نرى منه أو من خلاله جدية واضحة في رغبته في تطبيق هذا القرار، وهذا أيضا ما سمعناه اليوم من خلال نائب حزب الله حسن فضل الله. فيعني تشعر أن هناك نوع من الإبهام في هذا الموضوع، لا أحد يعرف ما هو الشيء الذي يريده الإيراني حقيقة أن يطبقه، وما هو الشيء الذي يريده حزب الله طبعا في لبنان أن يفعله في موضوع. إذن اقتران الأقوال بالأفعال، 1701 هو غير جديد منذ 2006، لماذا الآن العودة إلى هذا الحديث، وما الذي منع لبنان ولا سيما أيضا التنظيمات التابعة لإيران من تطبيقه طوال هذه الفترة؟ نعم، في الحقيقة يعني اليوم هو موضوع مسألة موازين قوى. يعني في الماضي كان هناك نوع من العنوان العريض حول ميزان القوى بين العدو الإسرائيلي وبين حزب الله، وكان يفرض هذا الميزان يعني نفسه على المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان. اليوم نرى بعد تبيان وكشف هذه الموازين، أصبح اليوم محور الممانعة بين قوسين ممثلا بإيران يريد أن يعني يلهف إلى تطبيق هذا القرار، لأنه يمثل له بالنسبة له نوع من الخلاص والخروج من هذا المأزق الذي يعاني منه اليوم للأسف لبنان. لذلك نرى اللهفة والسرعة في تطبيق هذا القرار، ولكن أرى أن هناك نوع من يعني عدم الجدية التامة في السعي إلى التطبيق. حزب الله يرمي اليوم دائما أسهمه ويرمي أوراقه على رئيس البرلمان نبيه بري، وكأنه يعني يريد أن يهرب من هذه الزوبعة التي يعاني منها في لبنان وفي عراقه مع العدو الإسرائيلي.